السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you doing everybody? Hope you're doing fine. أتمنى تكونوا بخير. Happy Eid and كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة سؤال الماتش. طبعا إحنا كل قسمنا نماذج الوزارة أو النماذج الاسترشادية، كل سؤال عملناه في فيديو لوحده عشان ما يبقاش الفيديو طويل جدا طبعا لأن الورق كتير، right؟ فالسؤال اللي فات زي ما احنا شايفين في الفيديو كده حلينا المالتيبل تشويسز، ودلوقتي جه موعد التوصيل أو سؤال الماتش. Before you start, you should like this video and subscribe to my channel if you want to have some more videos like that and answering your Connect 4 book. Alright? قبل ما نبدأ ما تنساش تبقى تعمل لايك سبسكرايب لو حبيت الفيديو أو استفدت منه، وبعد كده تبقى تتابعنا لو عايز حل أسئلة الكتاب من كتاب المدرسة، وبنشرح وبنحل من كتاب المدرسة. Thank you very much for watching and let's go. دلوقتي يجي الترن على Read and Match التوصيل. Right? I'm making a presentation about chameleons. أنا بعمل presentation عن الكاميليونز. Which festival is the most beautiful? أي festival هو الأكبر أو الأجمل؟ Don't bully and لا تتنمر. وإيه؟ I was nervous at my first day at school. كنت متوتر في أول يوم في المدرسة. You should be careful online. لازم تكون حريص وأنت على الإنترنت. Okay? طيب الحاجة اللي احنا لازم نخليها رسالة لينا don't bully and don't be a bully، لا تتنمر ولا تكون ضحية للتنمر. don't bully and don't be a bully، ما تسمحش لحد يتنمر عليك ولا تتنمر على حد. alright I'm making presentation about chameleons. You should only speak with people you know. ينبغي ان تتحدث مع الناس اللي انت عارفهم بس. يبقى دي ايه؟ لما تبقى careful online. But you should be careful online. إن أنت إيه؟ Only talk to people you know. But now I like my school so much. لكن دلوقتي بحب المدرسة بتاعتي كتير. يبقى إيه؟ توصلها بنمبر 4. يبقى هنا نكتب C. يبقى I was nervous at my first day of school. But now I like my school so much. لكن دلوقتي بحبها كتير. La Tomatina is the most beautiful. La Tomatina، خدنا كده بعض الاحتفالات، أي مهرجان فيهم هو الأفضل؟ La Tomatina، يبقى هنا دي. ويتبقى عندي letter A. I need to do a lot of research. هنكتبها هنا letter E. Right؟ لازم أعمل بحث أكتر وأنا بعمل presentation عن الكاميليونز. تاني واحد عندي مريم wants to do a research on the Phoenix Fox. عايزة تعمل بحث على الفينيس فوكس. How many branches do the Nile have؟ كم عدد ايه الافرع؟ في فرعين طبعا. My dad works in the city. والدي بيعمل في المدينة. In China they have electric buses. عندهم ايه في الصين؟ عندهم اتوبيسات كهربائية. The O in the word food is the same as. عندي double O اللي هي في كلمة food هنا. نفس النطق the same as كلمة ايه؟ طبعا هنا long O food. Alright عايزين كلمة فيها long O. Alright two branches فرعين، يبقى دي إجابة ايه؟ إجابة كم أفرع النيل، يبقى هنا هكتب A. He goes to work by bus to stop air pollution. بيروح الشغل بالأتوبيس عشان يحد من تلوث ايه؟ الهواء. يبقى دي مع number 3. والدي شغال في المدينة وبيروح بالباص. These buses do not make air pollution. هذه الأتوبيسات لا تساعد على تلوث الهواء. يبقى دي في الصين عندهم إيه؟ عندهم electric buses. The O in the word school. الدبل O يعني في كلمة school نفس النطق بتاع إيه؟ food. يبقى نحط هنا letter D. She logged in the library website and created a password. يبقى دي مريم wants to do كذا اللي هي الباقية معانا، نحطها هنا E ونشطب عليها وكده كله يبقى اتوصل. نيجي على اللي بعدها. Rare earth metals are important to the cell phone. خدنا احنا العناصر اللي هي بتدخل في تكوين التليفون، منهم rare earth metals العناصر النادرة. Egypt is famous for its history. مصر مشهورة بتاريخها العريق. The Nile is too long. النيل طويل جدا. Wind energy is good to the environment. طاقة الرياح جيدة بالنسبة للبيئة. Drought happens when. الجفاف يحدث عندما. There isn't enough water on the land. لما بيبقاش في مية في الأرض يبقى ده إيه؟ موسم الجفاف. موسم الجفاف اللي هو هنا.
It provides a clean energy. بتدينا طاقة نظيفة. هذه هي طاقة إيه؟ الرياح. We should be proud of our beautiful country. لازم نبقى فخورين ببلدنا الجميلة اللي هي طبعا Egypt. Long live Egypt. They make the cell phone light up and vibrate. بيخلوا التليفون ينور ويهتز اللي هي ايه العناصر النادرة. Letter D. It is like traveling to the center of the earth. أكنك مسافر إلى مركز الأرض. طبعا the Nile is too long. Alright. Someone is bullying Mazen. واحد بيتنمر على مازن. Did you eat a piece of cheese last night? هل أكلت قطعة من الجبن الليلة الماضية؟ When two lines are next to each other but they don't meet. لما يبقوا خطين جنب بعض لكن مش بيلتقوا مع بعض يبقى اسمهم ايه parallel اللي هم المتوازيين. Farmers stop burning rice straw. الفلاحين بطلوا يحرقوا قش الرز. In musical chair game, chairs game, في لعبة الكراسي الموسيقية. They used the straw to make food for animals. استخدموا القش عشان يبقى أكل للحيوانات. بدأ إيه؟ letter A اللي هو الفلاحين توقفوا عن حرق الرز. We need chairs. نحتاج إلى كراسي في لعبة إيه؟ musical chairs. هنا نكتب B. Yes, I did. It was delicious. نعم، لقد كانت إيه لذيذة. يبقى أنا هل أكلت الجبنة امبارح اللي هي last night هنا؟ بينا نكتب letter C. They're parallel lines. قلنا الخطين اللي جنب بعض مستحيل يلتقوا لكنهم على نفس الاتجاه من بعض كده موازين لبعض. Parallel lines. اللي هي two lines next to each other but they don't meet. يبقى هنا هكتب letter D. He should tell his parents. مازن بيتعرض للتنمر الكترونيا يبقى لازم يعمل ايه؟ should tell his parents. يبقى هنا letter E. You should tell your parents. لازم تخبر والديك اكيد لما يبقى ايه فيه bullying. Gold and silver. الذهب والفضة. People say عيد مبارك to their friends. بيقولوا عيد مبارك لأصدقائهم. Pink is my sister's favorite color. اللون البينك هو المفضل لأختي. Half is the same as 3/6 and النص هو 3/6 وعايزين رقم تاني هنا مثال يعني بيساوي نص برضه. Alright. Precious metals. العناصر الغالية الثمن الباهظة الثمن اللي هم ايه gold and silver الذهب والفضة. 2/4 is the same as 4/8. 2/4 زي 4/8 اللي هم كلهم دول بيساووا كام؟ بيساووا نص. يبقى نوصلها بدي. I'll buy her a present in pink. هشتري لها هدية لونها pink. يبقى ايه؟ يبقى دي pink is my favorite is my sister's مش عارف ايه لونها المفضل. إن عيد الفطر يبقى بنقول لبعض إيه؟ عيد مبارك. وده المناسبة اللي هتحصل إن شاء الله بكرة. عيد مبارك على الجميع. عيد مبارك. يبقى ده عيد الفطر. When someone bullies you online. لما حد يتنمر عليك online. You should tell your parents. My grandpa's birthday was very special. عيد ميلاد جدي كان مميز جدا. We must be careful on road. لازم نكون حذرين على الطريق. Children can spend many hours on their computer games. الطلاب لازم أو الأطفال لازم يقضوا ساعات كتيرة على الكمبيوتر games. It is unhealthy to check. غير صحي إن أنت تفحص إيه. We need a green light. لازم يكون في النور إيه أخضر. The green light. To cross the road عشان نعبر الشارع. بنعبر الشارع والإشارة لونها إيه؟ لونها أخضر. يبقى letter A. This is one of the cons of the computer games. دي إحدى مميزات الكمبيوتر games. يبقى children can spend many hours. إن الطلاب أو الأطفال بيقضوا إيه؟ وقت عليه. Our cell phone about 150 times a day. 150 مرة في اليوم. يبقى نعمل ايه؟ It's unhealthy. ان انت تعمل تشيك 150 مرة في اليوم على التليفون بتاعك ده غير صحي. يبقى انت كده مدمن. Or we will have an accident. او ان احنا نعمل حادثة. يبقى لازم نكون حريصين على الطريق وإلا هنعمل ايه؟ حادث. We all had fun. يبقى ده كان special اللي هو
عيد ميلاد الجد. I know a lot about chameleons, but أنا عارف كتير جدا عن الكاميليونز، لكن don't copy information، لا تنسخ المعلومات، ودي من ضمن الأمانة العلمية اللي خدناها، ما تنسخش إلا لما تدي تعمل reference للكاتب الأصلي. There are two ways of showing this information، في طريقتين إن أنا أعرض المعلومات دي. What is the girl doing؟ ماذا تفعل البنت؟ We use social media too. نستخدم السوشيال ميديا عشان كده. Find ideas and write your own words. إن إحنا نلاقي أفكار وتكتب كلماتك الخاصة. يبقى دي إيه؟ Don't copy information. لا تنسخ المعلومات، لكن لاقي الأفكار واكتبها بطريقتك الخاصة، كلماتك أنت يعني. The bar graph and the pie chart. اللي هو العمود، الشكل العمودي ده، الرسم البياني والحاجات دي. يبقى إيه؟ يبقى there are two ways of showing this information. دي طرق عرض المعلومات، يا اما تعملها عن طريق أعمدة اللي هي زي اللي احنا خدناها في الرسم البياني كده، أعمدة، أو الباي تشارت اللي هي زي دايرة ومتقسمة كده تعرض البيانات، ده مثلا 30%، ده 40%، ده 50% كده يعني. I need to do more research. لازم أعمل بحث أكتر. يبقى أنا عايز إيه؟ أعرف أكتر. I wanna know more about chameleons. لازم أعمل بحث أكتر. Share ideas and have fun. نشارك عليه الأفكار بتاعتنا ونستمتع. يبقى ده إيه؟ السوشيال ميديا. ده استخدام السوشيال ميديا. She's cleaning the beach. هي تغسل إيه؟ تنظف إيه؟ الشاطئ. يبقى ماذا تفعل هذه البنت؟ The word rain has the same sound. نفس الصوت اللي موجود في كلمة train موجود في كلمة إيه؟ train. تعال نوصلهم. Rana walks to school. بتمشي للمدرسة لأنها. You must wait for the green light. لازم تستنى الضوء الأخضر قبل ما تعبر الشارع طبعا. We all love to give presents. بنحب إن إحنا نعطي الهدايا. You can learn interesting things online. يمكنك أن تتعلم أفكار جديدة أو حاجات مثيرة أونلاين. This is one of the pros of social media. دي من إحدى مميزات السوشيال ميديا. إيه هي؟ إن إحنا ممكن نتعلم حاجات مثيرة. يبقى نكتب A تحت. Before you cross the road، قبل ما تعدي الشارع لازم الإشارة تبقى إيه؟ Green light. Her school is near her house. المدرسة بتاعتها قريبة، يبقى هي إيه؟ بتمشي. يبقى رانا walks. It's even more fun to open presents. كلنا بنحب نعطي الهدايا، لكنه طبعا ممتع أكتر إن أنت تفتحها بنفسك. يبقى letter E. My favorite transportation is train. أي أفضل وسيلة مواصلات؟ القطار. We can't always see chemicals. ما بنقدرش دايما نشوف إيه؟ العناصر الكيميائية. Humans are good at adapting. الإنسان أو البشر جيد في التكيف. That shirt has red, blue and green stripes. القميص ده فيه red, blue, green stripes، يعني خطوط خضراء، زرقاء وحمراء. When we go online، لما بنبقى online we space. They can live in the most difficult environments، في البيئات الصعبة جدا. يبقى ده ايه؟ دليل على قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة. يبقى letter A. I love traveling on rail. أحب أسافر على السكة الحديد. يبقى ده إيه؟ مع القطار. هنا number one نكتب B. But they're dangerous to us. لكنها خطيرة. إيه هي اللي ما بنقدرش نشوفها ولكنها خطيرة؟ الكيميكالز، العناصر الكيميائية. It's very colorful. مليء بالألوان. يبقى ده إيه؟ الشيرت اللي فيه red وبلو وgreen stripes. يبقى letter D. Leave a road of digital footprint. يبقى لما بنكون أونلاين بيبقى عندنا إيه؟ digital footprint أو آثار أقدام إلكترونية. A line of symmetry divides. A line of symmetry، الخط اللي خط التماثل. قلنا خط التماثل دايرة كده، الخط اللي يقسمها نصين متطابقتين، اللي هو ده أو ده، إذا كان بالطول أو العرض. عمر ate too much candy، أكل حلوى كتير جدا. Trash can kill the sea animals، القمامة اللي بنسيبها على الشاطئ ممكن تقتل إيه؟ حيوانات البحرية. Can you help me؟ هل يمكنك مساعدتي؟ عمرو plays too much computer games، عمرو بيلعب إيه؟ كتير جدا من الكمبيوتر games.
We need to clean our beaches. لازم ننظف الشاطئ. يبقى إيه؟ Trash can kill animals. We will hurt. He will hurt his eyes. هيصيب عينه بالأذى يعني. لأن هو بيعمل إيه؟ لأن هو بيلعب كمبيوتر جيمز كتير جدا، فده هيأثر على عينه. Pull out this old metal box. تسحب معايا الصندوق القديم ده. يبقى ايه؟ Can you help me؟ هل تسهل يمكنك مساعدتي؟ The shape into two identical halves. الخط السيمتري هو اللي بيقسم ايه؟ الشكل إلى جزئين متطابقين. He looks a bit green. هو يبدو ايه؟ A bit green معناها ايه؟ إن هو sick، مريض. طبعا دي idiom معناها مريض شوية. A bit green يبقى مريض. You shouldn't contact people. لا يمكنك يعني لا ينبغي عليك أن تتواصل مع الناس اللي أنت ما تعرفهمش طبعا. You don't know. We color eggs in شم النسيم. بنلون البيض في شم النسيم وإيه؟ وبناكل رنجة. Read the road signs. اقرأ علامات المرور وأنت ماشي كده، اللوحات الإرشادية بتاعت المرور. Egyptians are full of energy. المصريين مليئين بالطاقة لأن إيه؟ أغلب الأعمار شباب. The metro is my favorite transportation. المترو هو وسيلة مواصلاتي المفضلة. It is fast and clean. سريعة وصديقة للبيئة، نظيفة. يبقى A مع number 5 اللي هو المترو، fast and clean. They give you important information about roads. بيدوك معلومات وانت ماشي على الطريق اللي هم ايه؟ road signs. More than half of Egyptians are under the age of 30. اكتر من نص المصريين تحت سن ال 30. ده بيخلينا نقول ايه؟ ان Egyptians are full of energy. You don't know. الناس اللي انت متعرفهمش ما تعمل لهمش ايه؟ don't contact. ما تتكلمش معاهم ولا تتواصل معاهم على الانترنت يعني. We go to the park with our families. في شم النسيم بنلون البيض وبنروح فين؟ الحديقة مع عائلاتنا. Egypt made the longest beach cleanup in. مصر عملت أطول تنظيف للنهر. I'm helping stop air pollution. بساعد على الحد من تلوث الهواء. كحك are delicious cookies. الكحك ده إيه؟ كوكيز جميلة لذيذة. When you travel by plane. عندما تسافر بالطائرة. The word mistake has the same sound. نفس الصوت اللي في كلمة mistake. Mistakes. نفس الصوت اللي فين؟ You go through the air. بتبقى ماشي في الهواء. يبقى أنت راكب إيه دلوقتي؟ Plane. طائرة. We use nuts, sugar and honey to make كحك. بنستخدم إيه؟ فول السوداني والعسل والسكر. يبقى ده إيه؟ كحك are delicious cookies. As the word cake. Cakes زي mistakes نفس الصوت اللي هنا موجود هنا. Alexandra in 2021 يعني 2021. يبقى مصر عملت ايه في 2021؟ The longest cleanup. I use energy saving light bulbs. بستخدم مصابيح موفرة. ليه؟ عشان اوقف تلوث الهواء. يبقى letter E. That's too long. كتير جدا من الماتش، مش عارف ليه كده. Amir sent us an invitation to go to the birthday party. أمير بعت لنا الدعوة عشان نروح حفلة عيد ميلاده. We went to the beach last weekend. ذهبنا للشاطئ الأجازة الماضية. In hide and seek game. في لعبة الاستغماية. إيه اللي بيحصل؟ My dad wants to help stop air pollution. والدي عايز يساعد في الحد من تلوث الهواء. The gun in Australia is the longest passenger train in the world. طبعا خدناه قبل كده اللي هو الجان ده أطول قطار ركاب في العالم. He goes to work with a friend in the same car. بروح لما قلنا كده من الأفكار اللي بتساعد على الحد من تلوث الهواء إن أنا أشارك إيه؟ العربية وأنا رايح الشغل. يبقى My dad wants to help air pollution. عايز يحد من تلوث الهواء. The train is about 774 meters long. 774 متر طول القطار. يبقى ده أطول قطار ركاب في العالم. A player tries to find the others. لاعب بيحاول يلاقي التانيين. دي في لعبة إيه؟ في لعبة الاستغماية. We swam the sea and caught fish. سبحنا في البحر وإيه؟ ومسكنا سمكة واصطادنا سمك. يبقى فين؟
في البيتش على الشاطئ. The party is next week. يبقى ده هو بعت لنا invitation عشان الحفلة ايه next week. وبكده نبقى خلصنا مع بعض سؤال التوصيل match. Thank you very much for watching. لو وصلت معايا للنقطة دي تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديو الجاي ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده. وده اهم سؤال, هما سؤالين مهمين جدا, سؤال الريدنج وسؤال الرايتنج اللي هو الكتابة والقراءة. السؤال الجاي ان شاء الله او الفيديو الجاي هيبقى عن الكتابة. Thank you very much for watching. Hit like and subscribe. See you next time.